مرحبا، اهلا فيكم. شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. شو مسوين؟ اتوقع الحين موسم المدارس اللي هو الكل مشغول، خصوصا اللي هو موسم زيارة الأربعين. بعد المهم so shall we go؟ okay. يلا. Today we talk about what do you think we talk about what do you think توقع نتكلم عن شنو اليوم؟ موضوعي يخص الأشخاص المهتمين بتغذية ذيك الدرجة. طبعا قبل فترة كانت أمي تتكلم، يعني فترة طويلة، بس أشوف أنه قليل اللي يقتنع بحاجية أو قليل اللي يسمع. فأنا كنت شوي يعني هذا الشيء يمكن السبب الصحة، خلنا نقول التغذية السليمة، إن خصوصا آخر فترة بعد في أمور طلعت. على شنو هذه الأمور؟ في أمور there are some things that came out about the hygiene, food, any of these things from where it came, all the supermarket food and fast food. أشياء أو أكلات معدلة وراثيا، بحيث إنه ترى تقريبا 70% التغذية إن نأكلها إحنا فعلنا في السوق وفي البرالة في أي مكان في المطعم مو صحية، وتأثر على القلب، على الأجهزة والأعضاء اللي في الجسم نسبة كبيرة. كل ما أكثرت منها كل ما أثرت نسبة كبيرة. يعني لو أنت مثلا، طبعا كل شيء بيد رب العالمين، بس هذه الأشياء تساعد بشكل أكبر مسببات. حلو؟ All these things about the food, you know, because the factory, all these things, it didn't came from, you know, from the farm just like that naturally. It came by factory, you know, even the bread, the milk, these things, they are making it. Maybe 10% it's milk, you know. Yeah, you are getting me right. And some of these food, some of these chips, juice, most three things they are focusing about to destroy our health. It's the salt, sugar, and the oil. There's, you know, there's the salt that the sea salt, اللي هو يجي من أو المحيط، الملح اللي هو ملح البحر بشكل عام، ملح، عندكم السكر الطبيعي سكر ستيفيا والعسل، عندكم أو المزرعة اللي يزرع مونوي والحيوانات منهم فيهم، غير احنا يعني لو نشوف أغلب الأشياء اللي ناكلها شنو يعني. والدليل إنه إيش؟ ان الاكلات المصنعه اللي ما تخيس بسهوله وفيها تواريخ ومحطوط عليها كيماويات، هالامور تاثر على صحتك. حتى الفطريات ما تروح لها بسهوله، ما تتغذى عليها. طبعا ما حد، يمكن في ناس ما يصدقون الكلام اللي اتكلم عنه، لكن ابحثوا. لا انا قريت الهواء وشفت بعض الامور وبعض المواقع. اتوقع تؤمنون كلكم متابعون مشاهد السوشيال ميديا، يمكن اكبر مشهور يوصل معلوماته، عنده محتوى جدا مفيد للعالم العربي، كلكم تعرفون، كلكم متابعون، كلكم تؤمنون بالمعلومات اللي يقدمها احمد الشقيري. ما زد كلام اللي هو نفس الكلام اللي قاعد اقوله هو قاله، هو تكلم عنه. طبعا أحمد الشغير he talk about a lot of this kind of food, you know, junk food and fast food, how they made it just came from the factory, people they made it, not everything is natural, they made it with it. لا هو كله شمع دل براثيا. Not everything is natural, they made it with it. لا هو كله شمع دل براثيا. Okay, so they are focusing on that. أنا لما أتكلم عن هذا الشيء، يعني يمكن شفت اللي هو الفيديو اللي أتكلم عنه، وشفت أحمد الشقيرة شلون حط التجربة في الفيديو، بحثوا عنه في اليوتيوب، حتى في جوجل في بعض المعلومات عن الهايجين، نكتبوا الأغذية اللي هو المعدلة وراثيا، بتشوفوا معلومات واجد عن هذا الشيء، بس إحنا غافلين عنه. أنا ما أقول إن نحرم نفسنا، نحاول، لأن أساسا إحنا عايشين في بيئة كلها كذي.
بس إذا عندنا الفرصة ليش ما نستبدل؟ يعني هو في بدائل، كل ما كانت بدائل موجودة كل ما استغنينا عن هذه الأشياء، كل ما زرعنا في البيت، كل ما أشياء منا وفينا سويناها وخذيناها، هذا الشيء أفضل. طبعا أنا قاعد أتكلم عن هذا الأمر لأن هذا الشيء يمكن البعض يستهين فيه لأنه مو قاعد يحس فيه، شيء داخل قاعد يصير بالبطيء، أو خلينا نقول موت البطيء، قاعد يقتل، يعطي نسبة في الأشخاص اللي يعني في بعض الأمراض وبعض الأشياء اللي تأثر على جسم الإنسان وأعضائه، لدرجة إن أقول لكم الجيل الجديد راح ينخفض معدل الأعمار 7 إلى 12 سنة من العمر اللي يعني إلا المتوقع وصوله، أكثر الأعمار اللي يعني مثلا قبل كانوا يوصلون أعمارهم 90 80 سنة، يمكن بعدها ينخفض المعدل بسبب هذه الأمور. في النهاية طبعا أنا أطرح وجهة نظر وأطرح المعلومات اللي أنا اكتسبتها من شخص أعتبره قدوة عندي في التواصل الاجتماعي أحمد الشديد، ومن بعض المعلومات اللي أخذتها من اللي هو جوجل والكتب. فأتمنى إذا عند أي أحد عنده وجهة نظر معينة تقدرون تطرحونها، تقدرون تخبروني عنها. ترى مساحة التعليقات مو بس تنتقدون ومو بس تعطون نصايح في الفيديو، عادي وشاركوا برأيكم في الفيديو، يمكن أنا ما أكون مو صح 100% في الفيديو كامل. So in the end you can share the comments, you can talk about the subject on the comments. Don't forget to subscribe my channel. I need you to support me guys, to give you the all the information. You all you know our we are friends, family. We want to grow up this channel. I want more of you. You can share it to your friends. ارسلوهم لربعكم لعائلتكم، وإن شاء الله إن شاء الله تتطور القناة وانتون وياي. سلام، لا تنسوا تشتركوا.